كان حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة لدى وصول جلالته إلى البلاد أمس. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في زيارة لمملكة البحرين، كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بمطار البحرين الدولي، توجه موكب جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى قصر الصخيرة، حيث اصطف طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم والمواطنون والفرق الشعبية الذين رحبوا بمقدم ضيف البلاد الكريم، وازدانت شوارع المملكة بأعلام البلدين وصور لعاهلي البلدين الشقيقين.
وفي قصر صغير جرت لجلالة العاهل المغربي مراسم استقبال رسمية، وعزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي المغربي والملكي البحريني. حرس الشرف سلام المملكة المغربية وسلام مملكة البحرين. جاهز التفتيش سيد. ثم تفقد جلالة الملك المفدى وجلالة الملك محمد السادس حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما. بعد ذلك عقد جلالة الملك المفدى وأخوه جلالة العاهل المغربي جلسة مباحثات رسمية بحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد رحب جلالة الملك المفدى بجلالة العاهل المغربي وبزيارته لمملكة البحرين التي تعكس عمق العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتجسد حرصهما على استمرار التشاور والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة. واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي حضرها وفد البلدين العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وسبل دعمها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع وفق رؤية قادتي البلدين الشقيقين لتعميق هذه العلاقات المتميزة وترسيخ أسس تعاونهما بالشكل الذي يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. وأشاد العاهلان حفظهم الله بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وأكد حرصهما على تنمية هذه العلاقات وتطويرها وصولا بها إلى أعلى المستويات من التعاون المثمر والبناء، تحقيقا لآمال شعبيهما الشقيقين وتطلعاتهما لمزيد من التقدم والرقي.
وأكد جلالة الملك المفدى دعم مملكة البحرين لوحدة التراب المغربي ورفض المساس بأي شبر من أراضيه، وتأييد مساعي المملكة المغربية لحل النزاع في الصحراء المغربية. ورحب العاهلان بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها القمة الخليجية المغربية والتي عقدت في مدينة الرياض الأسبوع الماضي، وأكدت على عمق العلاقات الخليجية المغربية التي تعزز من أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين. وأشاد جلالة العاهل المفدى بالجهود التي يبذلها جلالة العاهل المغربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال ترأسه للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما ناقش العاهلان تطورات الأحداث في كل من فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا. وجرى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار الدول وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، كما استنكر العاهلان التدخلات الإيرانية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لهذه الدول ودعمها لجميع أشكال الإرهاب التي أجمعت على إدانتها، إضافة لمجلس التعاون الخليجي كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما جرى التأكيد على تطوير التعاون في مجال الأوقاف الإسلامية والمعاهد الدينية والتعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والبرامج الأكاديمية. وقد أعرب جلالة الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى حرص جلالته واهتمامه دائما بإقامة أفضل العلاقات مع المملكة المغربية، مشيدا بعلاقات البلدين المتميزة وبتعاونهما الوثيق على كافة المستويات. هذا وبحضور حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى التوقيع على بروتوكولين وبرنامج تنفيذي للتعاون بين المملكتين الشقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يتم الآن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة. أولاً، بروتوكول تعديل الاتفاقية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، يوقعها عن مملكة البحرين معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ويوقعها عن المملكة المغربية السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. ثانياً، برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية للسنوات 2016-2017-2018 ميلادية، يوقعها عن مملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعن المملكة المغربية السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ثالثاً، بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين والمعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، يوقعها عن مملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويوقعها عن المملكة المغربية السيد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
وقد بارك العاهلان حفظهم الله التوقيع على هذه البروتوكولات والبرنامج التنفيذي، والتي ستشكل نقطة انطلاقة جديدة لتعزيز تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين. وقد أقام صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة عشاء تكريما لأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق.